كنحتفل براس العام بيان سور بحال كاع المغاربه جو بونس ولا بحال لا مواتي ديال المغاربه كيحتفلوا براس العام. كتكون اجواء هادئه وزوينه كتعطيك واحد لينيرجي بوزيتيف باش تبدا العام الجاي وانت موتيفي. هذا هو الهدف بالنسبه ليا باش نحتفل براس العام. ما كتحتفل؟ كنحتفل غالبا مع لا فامي ديالي في الدار ترانكيل، حيت راك عارف تبي با سورتيغ تحتفل برا حيت كتكون لومبيونس كثيره بزاف، دوكو جو بريفير في الدار. طقوس زعما باش كتحشيها في الحلوى شنو عادي كنقدروا نديروا عشاء وابخي حليوه وصافي وكنبقاو نهضروا لا فامي كلها كتجمع وصافي كتكون لوكازيون نيت باش العائله تجمع ونعاودوا نحيوا هذوك الاجواء العائليه. كنتمنى لهم سنه سعيده وان شاء الله يحققوا كاع داكشي اللي كيتمناوه وكل سنه تكون احسن من السنه اللي قبل واللي ما قدروش يحققوه العام اللي فات يحققوه العام الجاي. رأس السنة أنا ما تحتفلش بصفة نائية لظروف اللي هي معروفة ومعلومة وعندها صلة بالدين، لأن هذا العيد اللي هو كما تنسميه براس العام هو هذا خاص للنصارى وما تحتفلوا بمولد المسيح. احنا هذا العيد ننفيه للبتة لأنه ليس له أصلا في ديننا. هذا علاش أنا كشخص وكمسلم ما تحتفلش بات الدين هذا، عفوا بات راس السنه هذه. في الليله ديال هاد راس السنه هذه شنو كتكون الطقوس شنو كيكون عندكم؟ وانا بالنسبه لي كشخص مسلم لا اعتقد ما يعتقدون يعني النصارى والمسيح، يعني تتكون عندي يوم عادي وسنه عاديه كسائر الايام فقط. انا ما تنحتفلش، انا تنعيد لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الاضحى. عندنا عيد كبير نحتفلوا به ولله الحمد، وعندنا كذلك رمضان من اعظم يعني العبادات اللي تنوجدوها في ذاك الشهر، وهادو ماشي اعياد. لا ما عنديش معاه، نكذب عليك، واخا انا تنعيش برا وداك الشيء ما تنبغيش نحتفل به، يعني ماشي ديالنا، ماشي احنا اسلاميين، ماشي يعني الليله ديال راس السنه شنو كتكون الطقوس ديالكم؟ فراس العام ما تنحتفلوش كاع، انا ما تنحتفلش به، تيحتفلوا به صحاباتي، تيحتفلوا به الناس، انا ما عنديش معاه، نكذب عليك، تنبركه في الدار. تنشد السهره ونبقى نشطح على راسي. لا ما كنحتفلش به الصراحه، بحكم عندنا هنايا في المغرب حرام، وباصل الاصل ديالي انا شلحه كنحتفل براس العام ديال الامازيغ اللي كيكون في يناير. يعني نهار راس العام راس السنه الميلاديه شنو كتكون الطقوس ديالكم شنو كديروا؟ عادي كيدوز عادي بحال هاد النهار نيت عادي، ما كنحتفلوا حتى حاجه. شنو كتمناي في السنه الجديده؟ ندوزو العام بخير وعلى خير كيفما الاعوام اللي كنا كندوزو قبل 2019 الصراحه. لا ما كنحتفلش به. علاش؟ اسباب عندي شخصيه نقدروا نقولوا دينيه، ما كيمتشناش حنا كمسلمين اصلا باش نحتفل به. هادشي اللي كاين. يعني ليله راس السنه شنو كدير؟ كيفاش كتكون؟ عادي جميع الايام بحال ماشي مشكل عندي. بحال راس الحانه بحال راس انا بحال